ليش خليتيهم يروحوا؟ المفروض تتصلي فيني بالأول. شو هالحفلة بهالوقت؟ وشو عمر سوزان لحتى تروح هيك قرنة؟ ليش قلي مين هون بهالبيت بياخد رأيي إذا بده يعمل شي؟ هني راحوا بدون ما يسألوني حتى. هلأ أنت ليش قلقان عليهم كل هالقد؟ هلأ شوي بيرجعوا. زينة؟ طمنينا تحضيرات العرس كلها تمام؟ منيحة عمو تمام. اشترينا أغراض المطبخ وشوية موبيليا، يعني باقي كم شغلة هيك ومنخلص على الآخر. ها حلو كتير، كله بيصير شوي شوي، لا تاكليها. المهم يكون في تفاهم بين الاثنين والباقي بيجي بعدين. مزبوط هالحكي أحمد بيك، بس بتعرف الواحد بيضل غصة بقلبه. حضرتك هلأ صار في عندك بنت وانت مسؤول عنها، يعني بكرة سوزان رح تتجوز وبهمك يكون جهازها كامل. سوزان صغيرة ومو خارجة زواج، كيف يعني؟ يا الله منك يا صهري، أنا لما كنت بعمر سوزان كانت شاهيناز بحضني وكنت حامل بزينب. خلصنا بيسان خانم، زينب ما رح ينقصها شي، لا تاكلي هم أنت. يعني أنا عندي رجاء صغير من حضرتك يا أحمد بيك، الأولاد رح ياخدوا غراض بيتهم بالتقسيط. قول يعني أنت بتعرف حدا يقسط لهم مو؟ إيه، نحن رفينا تاجر أدوات منزلية ورح يعمل اللازم. شكرا لك أحمد بيك. أمي شو صار لك؟ بهدلتينا مع الجماعة. شبيك شو حكينا يعني؟ يا الله معقولة أنت أمي؟ تليفونه عم برن، وينه هاد ما عم برد؟ عم يرن تليفونك. وقتك هلا. أهلين سامي. ألو سعيد، وينكن انتو لهلا؟ كتير تأخرتوا، ايمتى راجعين؟ دقيقة أنا رح أحكي من هنيك، خليكي هون. إيه لا تحركي. مرحبا. إيه ألو، شوفي أخي نحن هون لساتنا بالحفلة. بالحفلة عمل لك أخي، مرتك سمحت لنا شو ما قالت لك؟ تعالوا على البيت بسرعة، سوزان الصبح لازم تروح على المعهد والمفروض تنام بكير. ألو عم تسمع شو عم قلك؟ على أساس راحوا بدون ما يسألوكي، أنت اللي سمحتي لهم. سامي شاهيناز شو ذنبها بهالموضوع؟ هدون ولاد طايشين وما بيسمعوا كلمة حدا بالمرة، قالوا بدنا نروح وراحوا، ما بدها يعني كل هالقد. بيسان خانم لسه ما دقتي الكفتة. شكرا على اهتمامك أحمد بيك، صحتين على قلبكم. قومي خلينا نروح يلا. لشو مستعجلة بيسان خانم؟ أنا بوصلكم. شو هالحكي؟ أنت لا تعذب حالك، يبدو أنك بهالفترة مشغول، أخوك وبنت عمك ودراسة بنت عمك وما بعرف شو كمان. نحن ما بنقدر ننتظر. يلا قومي، صحتين عن إذنكم. طالعة معكم على الباب. خاطرك عمو أحمد. الله معك يا بنتي، والمرة الجاية جيبي خطيبك معك. إيه بجيبه إن شاء الله، عن إذنكم. تصبح على خير سهري. وأنت بخير زينة. يلي عملته ما كان صحيح أبدا. أنا ما عملت شي بابا. ولك يا ابني ما بيصير تعلي صوتك على مرتك قدام أمها، يعني ما حلو بحقها. شفت بعينيك؟ بقول ما بدي اتدخل، ما بدي احكي، بس بيخلوا الواحد يعصب يحكي غصب عنه. ايه شو انت ليش لحتى تسمحي لهم تقولي هالولاد هدون خاتم باصبعتك يعني؟ العمى. شفتي بعينك شو عم اتحمل بهالبيت؟ طولي بالك يا روحي، انت خلاص روقي لا تفكري بشي. يا بنتي كل بيت بتمرق فوقه غيمة سودا هيك وبتروح ان شاء الله، ولا يهمك. هي مو غيمة سودا امي، هاد هم جاي ليخرب حياتي كلها. استني بكرة لخليها تندم على اليوم اللي اجت فيه لهون، ها وبتشوف الحزن. صوتي صوتك، امك طعقلها رسمي. لا تنسي الموضوع اللي حكينا فيه، مفهوم؟ يلا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.